page 37 صفحة 37 بكتاب النشاط بس عنوان الدرس الأول تمرين دي. Write sentences. اكتب الجمل. Use he has أو she has. استخدم he has هو لديه و she has هي لديها. طبعا هذا مو الدرس الأول، هذا تابع للدرس الأول. الدرس الأول كان هذا الموضوع الأجزاء الجسم. هنا أنا how do they feel؟ كيف يشعر هؤلاء؟ كيف يشعر هؤلاء؟ feel معناها يشعر. A broken arm الذراع المكسور. A sore throat التهاب الملعوم. A headache الصداع. An earache ألم الأذن. A cold نزلات البرد. A rash طفح الجلدي. A stomach ache ألم المعدة. A toothache ألم الأسنان. A cough السعال. A temperature الحرارة المرتفعة. هو نعطيكم أمثلة. 2 He has a cold هو لديه نزلة برد. طبعا حسب الصورة تكتبون الأمراض. وإذا ولد he has، وإذا بنية she has. She has a toothache هي لديها ألم أسنان. الصورة اللي بعدها رقم 3 نقول he has a headache. 4 she has a stomach ache. 5 he has a temperature. 6 she has a rash عندها طفح جلدي. رقم 7 he has a cough هو عنده سعال. هاي الصورة ألم أذن. He has an earache هي لديها ألم الأذن. 9 she نانا بنية. She has a sore throat هي عندها التهاب الملعوم. و10 he has هو a broken arm ذراعه مكسور. Listen and check your answers استمع وتفحص إجاباتك. استمعوا للتسجيل إذا متوفر عندكم ونفس اللي قرأته أنا وتأكدوا من إجاباتكم.